الاتحاد والشباب مباراة أيضا مهمة رغم تباين الظروف، إلا أن الاتحاد والشباب ما تقدر تقول عنها أقل من كذا. ستشهد مباريات الجولة 18 من دوري زين السعودية للمحترفين لقاء من العيار الثقيل، حين يستضيف الاتحاد نظيره الشبابي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لقاء عنوانه قوة ومحتواه إثارة وخلاصته ثلاث نقاط لا يمكن التفريط بها من كلا الطرفين. فالليوث يطاردون الصدارة ويخشون من تعثر يزيد من الفارق بينهم وبين المتصدر الأهلاوي، وحين تلعب أمام فريق كالاتحاد فإنه يجب عليك أن تكون في كامل جاهزيتك في حال أردت أن تتجاوز عقبة العميل. النمور بدورهم سيعملون جاهدين على أن يكسبوا نقاط المباراة ويقتنصوها من فك الليث الشبابي، ولعل الضغوط الجماهيرية ستؤثر على أداء لاعبي الاتحاد إما بالسلب أو بالإيجاب، فحال العميد هذا الموسم لا يرضي من يحب الاتحاد. اللقاء سيحمل في طياته شيء الكثير، ربما ينتهي بتقاسم الطرفين لنقاط المباراة كما حدث في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما، حينما انتهى لقاؤهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. الشباب والاتحاد، مباراة الشباب والاتحاد مباراة الجولة، أنا أعتبرها أقوى مباراة بالجولة الشباب والاتحاد، رغم أنه الاتحاد يعني يمر بعدة يعني ظروف ربما أنها تؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق في مواجهة الشباب. الشباب يبحث طبعا عن اللحاق بالصدارة، لا يفصل على الأهلي سوى نقطة تقريبا، ويعني ينظر المباراة طبعا في وعين على الصدارة. الاتحاد عنده غيابات كثيرة، الاتحاد يعني تقريبا يفتقد لبعض اللاعبين من المنتخب الأولمبي، ناهيك عن الإصابات، كذلك عدم اكتمال اللاعبين الأجانب، وأضف على أنه الأجواء بشكل عام بالاتحاد يعني تقريبا خلال الأسابيع الماضية لم تكن جيدة. هناك واضح في حلقة مفقودة للاتحاد سواء بين المدرب أو الإدارة، الإدارة تتعاقد أو تبعد بناء وتصدر بيان بناء على المدرب، مدرب يخرج من الغد يقول لا أعلم عن شيء. الشباب طبعا كما ذكرت، الشباب يعني من الفرق اللي الآن هو يبحث عن مزاحمة الأهلي، الفاصل بينهم نقطة، مباراة مهمة للشباب أكثر من الاتحاد. عبد العزيز، طبعا المباريات هذه بين الفرق الكبيرة طبعا ما أتوقع يحكمها فارق فني كبير، لأن احنا أنا متفق مؤمن كامل أن في بعض المرات في مباريات تحسمها داخل الملعب. الاتحاد إذا أراد يفوز يفوز، خصوصا أنه يكون في جدة، الاتحاد مختلف برا جدة، في جدة يكون أقوى كثير. ولكن أوكي، قبل على الورق وقبل المباراة ممكن المباراة جاء الاتحاد يعني فريسة أو فريسة سهلة لليوث. المباراة هذه فيها في الاتحاد يبغى يثبت، يبغى يرجع مرة ثانية، يبغى يعيد الثقة للجماهير، للإدارة، اللاعبين الموجودين حاليا يبغون يثبتون، خصوصا لاعبي الشباب. نادي الشباب يحاول يوصل للصدارة، نادي الشباب قاعد يعزز صدارته، يعززه باللاعبين الأجانب، وإن شاء الله نستمتع في مباراة حلوة تليق بتاريخ الفريق. طيب خلينا نشوف حديث اللاعب الشبابي الحالي الاتحاد السابق وندل قبل المباراة التي ستلعب غدا، أول مواجهة لوندل أمام الاتحاديين، في حديث محمد الشهراني. في أول مباراة له يواجه فريقه السابق الاتحاد، هذا الشيء يمثل صعوبة في البداية أو الوضع عادي يعني متعود؟ أكيد مباراة صعبة وتمثل صعوبة بالنسبة للنادي الشباب. النادي الاتحاد نادي كبير، قضيت فيه 5 أو 6 أشهر، كانت تجربة جيدة بالنسبة لي أنا كلاعب، أتوقع بأن المباراة ما حتخلى من الصعوبة، مباراة صعبة، ونادي الشباب إن شاء الله حيحاول يلعب مباراة في جدة ويحاول يسعى فوز في المباراة وخطف 3 نقاط في جدة بإذن الله. تنتا فيتوريا لعب ضد الشباب يوم كان مع الاتحاد في مباراة 2-2، كيف شاف الفريق الشباب؟
أكيد فريق الشباب فريق منظم تكتيكيا، جل اللاعبين يجدون تعليمات ويطبقون تعليمات بالحرف تعليمات المدرب. فريق الشباب فريق كبير، وأتمنى أني أتأقلم أكثر سرعة ممكنة مع الفريق وأقدم أفضل المستويات ونحصل على 3 نقاط ونرجع فائزين من جدة بإذن الله. أخيرا، جيرالدو ويندل كان مميز مع الاتحاد، يقدم مستويات فنية مميزة وانضباط في التكتيك وانضباط في التدريبات. الوسط الرياضي تقريبا والجماهير الاتحادية استغربوا انتقال جيرالدو ويندل أو خروج جيرالدو ويندل من الاتحاد. لماذا خرج من الاتحاد؟ أول شيء أنا الحين أعتبر لاعب شبابي ودافع على ألوان نادي الشباب، اللي أتمناه كلاعب الحين شبابي أقدم أفضل المستويات ومواصلة المشوار مع نادي الشباب لحصد إن شاء الله بالفوز وتحقيق بطولة الدوري السنة هذه، اللي أتمناه بأن أكون إضافة جيدة لفريق الشباب وأقدم أفضل المستويات ونتمكن من فوز في الدوري. Eu tenho que defender as cores do Shabab. رغم انه تهرب لكن شاكر لك جيرالدو. Obrigado vocês. شكرا.